اهلا وسهلا بكم. سنتعرف الان على برنامج انكسكيب، البرنامج الذي سنتعلم التصميم عليه في هذه الدوره. نتحدث عن ميزاته، كيف نثبته على لينكس، ويندوز والماك، وايضا بعض المناولات الاوليه التي سنقوم بها عليه كتغيير لغه واجهته لمن يريد ذلك. اذا برنامج انكسكيب هو برنامج خاص بالتصميم الشعاعي فيكتوريال ديزاين. من لم يتابع الدرس السابق الذي تحدثت فيه عن معنى التصميم الشعاعي والتصميم النقطي والفرق بينهما، يمكن أن يرجع لذاك الدرس ليختصر على نفسه السؤال: هل إنكسكيب أحسن من فوتوشوب؟ والأسئلة المجاورة أو المشابهة لهذا السؤال. هناك فرق تحدثنا عنه في الدرس السابق. إذن أعود، قلت إنكسكيب برنامج خاص بالتصميم الشعاعي، هو برنامج مجاني يمكنك تحميله وتثبيته على نظامك دون أي مشكل، دون أي حرج قانوني. مجاني، مفتوح المصدر أيضا لمن يهتم بالمصادر المفتوحة، ومن النماذج الناجحة للبرامج ذات المصدر المفتوح، مثلا كبرنامج فايرفوكس أيضا هو من نفس الفئة، فئة البرامج ذات المصدر المفتوح. ميزة أخرى في برنامج إنكسكيب هو أنه يمكنك تثبيته على لينكس، ويندوز، والماك. إذن مهما كان نظامك ومهما كانت إمكانياتك المادية، يمكنك استعمال برنامج إنكسكيب ومتابعة دروس هذه الدورة معنا. ميزة أخرى أو شيء آخر في برنامج إنكسكيب هو أنه يقدم أدوات وتقنيات احترافية تمكننا من تصميم أشياء احترافية فعلا. هذا طبعا متوفر في بعض البرامج الأخرى، لكن ميزة المجانية أنه متاح على أنظمة تشغيل عديدة كانت نقاط إيجابية بالنسبة للبرنامج. كيف نثبته على لينكس، ويندوز، والماك هو ما سنراه الآن. أولا نبدأ بالحديث عن إمكانية التحميل. في توزيعات أوبونتو أو لنقل أولا توزيعات لينكس عموما، من يتعامل مع البرامج يعرف أنه يمكن تثبيت البرامج من خلال مدير البرامج أو التطبيقات الخاص بالتوزيع. في توزيعة أوبونتو مثلا، ندخل على مركز برمجية أوبونتو، نبحث عن إنكسكيب ككلمة محورية، فتظهر لنا هذه النتيجة: إنكسكيب فيكتور جرافيكس إديتور، محرر الرسومات الشعاعية إنكسكيب. سيظهر لنا هنا زر التثبيت، يمكن أن نثبته من خلاله، ويمكن أيضا الدخول لصفحة البرنامج لمعرفة معلومات أكثر عنه، صور خاصة به وتعليقات أسفل عن البرنامج. هذا على توزيعة أوبونتو. من يستخدم توزيعة أخرى، كما قلت يستخدم مدير التطبيقات الخاص بها للبحث وتثبيت إنكسكيب. أغلب التوزيعات توفر إنكسكيب لأنه بالأخص موجه للينكس، لأنه يدخل في نفس فلسفة المصادر المفتوحة أيضا مع لينكس وبرامج أخرى. حتى من لم يتمكن أو من لم يجد إنكسكيب على التوزيع الخاص به، يمكنه تحميل الكود المصدري الخاص به من موقعه الرسمي inkscape.org، سأضع رابط له في وصف هذا الفيديو، ثم يدخل على داونلود تحميل الملفين الأولين. يحمل واحد منهما، مثلا الملف الأول سيكون ملف مضغوط على هذا الشكل، تقوم بفك الضغط عنه عن طريق ضغط يمين واستخرج فينتج لك هذا الملف. طريقة تثبيته تجدها في ملف readme، لكن سأضع كيفية تحميل أو كيفية تثبيت البرنامج من كوده المصدري في الموضوع الكتابي المرافق لهذا الدرس. رابط الموضوع سيكون في وصف الفيديو وتجدونه في أسفل هذا الفيديو لو كنت تشاهد الفيديو في المجمع. طيب، هذا على لينكس. لو كنت تستعمل ويندوز، ستجد هنا رابط خاص بالويندوز، ثلاث إمكانيات. يمكنك أن تحمل برنامج أو تحمل ملف تنفيذي تثبت البرنامج من خلاله، يمكنك أن تحمل ملف أو نسخة محمولة، ويمكنك أن تحمل نسخة مضغوطة. بالنسبة للماك، هناك رابط خاص بأنظمة الماك أيضا. إذن هذه طريقة التحميل والتثبيت على أنظمة ويندوز، لينكس والماك. ننتقل الآن لأولى المناولات التي يمكن أن نقوم بها في برنامج إنكسكيب، لأني لن أتطرق لها من بعد بالتفصيل في الدروس، ستكون مباشرة
وسندخل مباشرة في التصاميم. أولا نبدأ بفتح برنامج إنكسكيب مثلا في أوبونتو، في لوحة اللوحة الرئيسية نبحث عن إنكسكيب فنجد النتيجة. أو أنا أنصح الآن من يريد متابعة هذه الدورة معنا بإنشاء اختصار للبرنامج على سطح المكتب أو في قائمة المشغلات أو في شريط ذكي لمن يستعمل شريط سفلي مثلا على هذا الشكل. إذا نفتح البرنامج، لا ننتبه الآن لما يوجد هنا، ليس مهم. سنبدأ بالحديث عن واجهة البرنامج. الواجهة تكون أو تأخذ لغة النظام، مثلا أنا أستخدم أوبونتو باللغة العربية فإنكسكيب أيضا باللغة العربية، لكن يبقى لك إمكانية تغيير لغة واجهة إنكسكيب حتى لو لم تكن واجهة أو حتى لم تكن لغة نظامك اللغة العربية. أنا سأستخدم في هذه الدورة إنكسكيب باللغة العربية. البرنامج معرب بنسبة كبيرة، ليس بنسبة 100% لكن نسبة كبيرة تمكننا من استخدامه باللغة العربية دون أي مشكل. طريقة تغيير اللغة العربية هي أنك تدخل على ملف فايل سيكون بالإنجليزية وتدخل على تفضيلة إنكسكيب أو تضغط مباشرة على الاختصار Shift Control زائد P، وهنا تنتقل إلى خيار وسط بالإنجليزية سيكون Interface، فتجد هنا اللغة language، ستختار منها اللغة التي تريد أن يكون أو أن تكون بها لغة واجهة إنكسكيب فتختارها. وهنا تلاحظ أن هذه المناولة أي تغيير اللغة تتطلب إعادة التشغيل. طيب بعد إذا تغيير اللغة، سأتحدث الآن عن شيء سأعود له بتفصيل في درس قادم، لكن فقط لنبدأ لكي تعرف كيفية التعامل مع التصميمات الأولى، وأنه يمكنك بعد أن تصمم أن تتابع مع التطبيقات الأولى. سيمكنك حفظ التصميم عن طريق ملف حفظ باسم، تعطيه اسم، سيكون لتصميم امتداد SVG. هذا هو امتداد الخاص ببرنامج إنكسكيب. حين تقوم بحفظ الملف بهذا الامتداد، سيمكنك من بعد فتحه عن طريق اختيار ملف مفتوح واختيار ذاك التصميم ومتابعة العمل عليه. هذا في حال أردت حفظ التصميم. أما في حال أردت حفظ الصورة النهائية لتصميمك واستعمالها، فتضغط على ملف. أولا أنا سأستخدم طريقة اختيار جميع عناصر التصميم أو عن طريق هذا الشكل، عن طريق تأشير عليها على هذا الشكل، أو عن طريق الضغط على Ctrl A ثم أضغط على الملف تصدير. هنا اختار أعطي المقاسات التي أريد، كما تكلمنا في الدرس السابق عن التصميم الشعاعي، تغيير جودة أو تغيير مقاسات التصميم لا يؤثر في جودته أبدا، تعطي أي عرض وارتفاع تريد. وهنا تعطي المسار والاسم الذي تريد لملف الصورة النهائية، الامتداد يكون PNG صورة نهائية، وتضغط على تصدير فيتم تصدير التصميم الخاص بك. كما قلت هذه الأشياء سأعود لها بتفصيل بعد أن نتعرف على مناولة أولى في التطبيقية بالنسبة للتصاميم، لنتحدث أكثر عن القياسات وكيفية التعامل مع حفظ وتصدير واستيراد الملفات. لكن لتبدأوا حتى في الدروس الأولى بالتعامل مع الحفظ والتصدير، كانت هذه نظرة عامة فقط. إذن في الدرس المقبل نبدأ مباشرة بأول تصميم لنا إن شاء الله. إلى اللقاء.